السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مع مادة التربية الإسلامية، المجال الأول القرآن الكريم، ودرس بعنوان فضل الإنفاق وذم البخل، فمع الجزء الأول. وأهداف هذا الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يتلو الآيات من سورة الليل من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر تلاوة صحيحة. الهدف الثاني أن يفسر المفردات الجديدة في الآيات تفسيراً صحيحاً. والآن مع تهيئة الكتاب المدرسي، افتح معي الكتاب المدرسي بارك الله فيك صفحة 26، واستمع بتأن إلى هذا الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. نستمع إلى الحديث مرة أخرى: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يا ترى حينما ننظر إلى هذا الحديث ونحاول أن نفكر سويا، ماذا نستنتج من هذا الحديث؟ على أي شيء يدلنا هذا الحديث؟ ماذا نستفيد منه؟ ما الموضوع الذي يتحدث عنه هذا الحديث؟ نعم، أحسنت، إنه يتحدث عن فضل الإنفاق وذم البخل، حيث أن الملك يقول ويدعو: اللهم أعط منفقا خلفا، وأيضا الملك يدعو على الممسك على ماله البخيل ويقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن الصدقة تنمي المال، لأن الملك يدعو ويقول: اللهم أعط منفقا خلفا، أي زيادة في المال. أما البخيل فتدعو عليه الملائكة: البخل يتلف المال وينزع البركة منه، بسبب دعاء الملائكة عليه: اللهم اعط ممسكا تلفا، أي خسارة. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن الملائكة تدعو الملائكة للمنفقين، تدعو الملائكة المنفقين بماذا؟ بالخير والبركة، بسبب الإنفاق في وجوه الخير. وتدعو الملائكة على البخلاء بالخسارة وعدم البركة بسبب بخلهم. والآن بين يدي السورة الكريمة والآيات التي معنا من سورة الليل من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر، فهذه السورة هي سورة مكية، سورة الليل سورة مكية، وعدد آياتها 21 آية. وقد مر معنا
أن سورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، وسورة الليل أقسم الله فيها بمخلوقاته الدالة على قدرته كما سيأتي معنا. فقد أقسم الله بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بما خلق من الذكر والأنثى. لكن السؤال الذي نريد أن نفكر فيه، وهو ما الموضوع الرئيس التي تحدثت عنه السورة؟ أحسنت، الموضوع الرئيس التي تحدثت عنه السورة سعي الإنسان وعمله في هذه الحياة، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. نسأل الله عز وجل أن تكون نهايتنا إلى النعيم. أما عن الهدف الأول، وهو أن يتلو الآيات من سورة الليل من الآية الأولى إلى الآية 11 تلاوة صحيحة، هيا بنا نستمع إلى هذه الآيات ونراعي فيها الإنصات مع هذا الاستماع، حيث ربنا يقول في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. بعد سماعك إلى هذه الآيات، أريد منكم أبنائي أن تتلوا الآيات أكثر من مرة حتى تتقن قراءتها وتلاوتها لتنال أجر الماهر بالقرآن الكريم. هيا بنا ننتقل إلى الهدف الثاني، حيث يفسر المفردات الجديدة في الآيات تفسيرا صحيحا. الآن مع معاني المفردات الجديدة، ركز وحاول أن تتفهم كلام الله سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى: والليل إذا يغشى، فكر يا ترى ما معنى إذا يغشى؟ ما معنى كلمة يغشى؟ أحسنت، كلمة يغشى تعني غطى. من سيكمل؟ غطى بظلامه، غطى بظلامه الأرض. أحسنت، بارك الله فيه. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. يا ترى ما معنى إذا تجلى؟ نعم، أحسنت، تجلى تعني عم الأرض بضيائه. وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. سعيكم أي عملكم، لشتى نعم أي مختلف. هناك أعمال صالحة وهناك أعمال فاسدة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى،
ما معنى صدق بالحسنى؟ نعم، صدق بالحسنى أي آمن بالجنة وثوابها. فسنيسره لليسرى، ومعنى فسنيسره لليسرى أي نسهل له الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخوله الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا ترى ما معنى فسنيسره للعسرى؟ نعم، نيسر له أسباب الشقاء فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى. يا ترى ما معنى كلمة تردى؟ فكر، كلمة تردى نعم تعني سقط في نار جهنم، أي هلك والعياذ بالله، وكان مصيره إلى النار، نعوذ بالله من النار. الآن بعد معرفة معاني المفردات، أريد الآن منك أن تؤكد على هذه المعاني بالإجابة على هذا السؤال، من خلال السؤال الذي يقول: صل بين الكلمة ومعناها الصحيح فيما يأتي. كلمة يغشى، بأي شيء نصلها الآن؟ هل آمن بالجنة وثوابها؟ هل غطى بظلامه الأرض؟ مختلف صالح وفاسد، عم الأرض بضيائه. ما معنى كلمة يغشى؟ بارك الله فيك، غطى بظلامه الأرض، أحسنت، بارك الله فيك. ومعنى كلمة تجلى، والنهار إذا تجلى، ما معنى تجلى؟ أحسنت، عم الأرض بضيائه، إجابة صحيحة. إن سعيكم لشتى، يا ترى ما معنى كلمة لشتى؟ ما معنى كلمة لشتى؟ نعم أحسنت، أي مختلف صالح وفاسد. ما معنى الكلمة الأخيرة وصدق بالحسنى؟ يا ترى ما هي الحسنى؟ أحسنت، أي آمن بالجنة وثوابها، بارك الله فيكم. نعم، إذا معنى الآن تعرفنا على معاني المفردات: كلمة يغشى، كلمة تجلى، كلمة لشتى، وصدق بالحسنى. والآن مع الغلق الختامي، افتح الكتاب بارك الله فيك، صفحة 32. السؤال يقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. معنى كلمة تردى في قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هل معنى تردى افتقر أو كبر في السن أو وقع في نار جهنم؟ فكر من خلال ما تم شرحه معنا الآن. أحسنت، بارك الله فيك، أي وقع في نار جهنم. أخيرا بارك الله فيكم، أشكركم أبناء الطلاب على حسن استماعكم، وأرجو منكم أن تراجعوا الدرس لنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من الجزء الثاني من درس فضل الإنفاق وذم البخل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،
نستغفرك ونتوب إليك. وإلى اللقاء يا أحبابي في الدرس القادم أو الجزء الثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.